السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أموركم تمام وإن شاء الله أمور بتصير الأحسن، الله يجيبكم الخير ويرزق لكم قبل ما يجيب لنا، نفسياً، مالياً، اجتماعياً، أسرياً، اجتماعياً، أمنياً، ثقافياً، إيمانياً، أهم شيء إيمانياً، صحياً، رياضياً، كل أنواع الخير ورزق يجيكم قبل ما يجينا. الأديان كلها إجت على أساس تنشر الأخلاق. إذا أنا بدي ما أستفيد من اللي استعلمته ما في فايدة منه. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان دائما عنده عادة في الليل إنه يعزم واحد غريب ضيف، فمرة من المرات ما حصل أحد، شاف واحد كبير في السن عمره 82 سنة، عزمه على البيت على العشاء وقال له أنا بتعشى معك، أنا رسول الله، بنشر دين الله، الله هو خلق الكون، أنت إيش بتآمن؟ إيش مذهبك؟ العجوز جاوبه إنه أنا ما بآمن بالله، ما عندي دين وما عندي مذهب، ولا بآمن أصلاً أن الله عنده قدرة أنه يسوي أي شيء. فقال له أبو الأنبياء معلش إذا ممكن تاني مرة تتعشى معي لأن أنا ما بستحمل هالكلام هذا، أو في شخص يكون جالس معي. المهم طلع هذا الشخص، طلع برا البيت وجاله وحي من ربنا لأبو الأنبياء، يا إبراهيم يا رسولي أنت إيش عم تعمل؟ أنا جبتك على الدنيا هاي عساس تنشر تعليم الله والأخلاق وتحب الناس وتنشر المحبة بينهم. هذا الشخص اللي عمره 82 سنة أنا كل يوم بتكفل في رزقه وبتكفل في طعامه وفطوره وغدائه، وأنا عارف إنه هالشخص هذا ما بيحبني أو مش معترف فيه أو مش عارف أنا خالفه، أنا متكفل فيه. أنت عشان بس عشان واحد اشترطت إنك أنت بدك تعرف إيش دينه ومذهبه، فطرب أبو الأنبياء وراح يدور عليه. هم رجعوا مرة ثانية قال له آسف معلش بعتذر تعال تعشى معي مرة ثانية. هذاك الرجل العجوز الضيف رجع لأنه كان كمان فقير جوعان، رجع بس قال له أنا بدي أسألك أنا سؤال، ليش أول مرة عزمتني من غير ما تعرفني وبعدين شبه طردتني وهلا مرة ثانية اعتذرت، إيش القصة؟ فقال له القصة هيك اللي صار اختصارا للوقت. فقال له مدام هاي ربك اللي هو أمرك هيك، أنا كمان بعبد ربك وبأمن فيك. نفس الشيء محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل أكياس كان يحمل محمد صلى الله عليه وسلم أكياس لوحدة عجوز، وما وصلها على البيت قالت له أنا ما عندي نصيحة إلا أني أقول لك أنه في واحد ساحر مجنون بيسحر الناس، لا تسمع كلامه، بيفرق بين أبو وابنته. فقال لها أنا شكرا على هالنصيحة، أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت أنا كمان بأمن فيك وبأمن في كل ما أنزل الله. الفكرة